كان ايضا القرحاني حتى ممكن يتبادل الادوار، ممكن يشوف بفترات من المباراه شيبريكتو على الظهير الايسر القرحاني من امام الكره خطره عبد الطليقه اسقط اول هدف نشبه، هناك ركله جزاء الحكم شو بيقول؟ هل هناك ركله جزاء بانتظار ركله جزاء للنجمه؟ اذا بدايه ناريه للمباراه، شوفوا نيكولاس كافي، نيكولاس وصل للكره، نيكولاس مر بدرب الكره اللبنانيه، خالد التكشي خلف الكره عم بياخذ وقته، خالد ضغط جماهيري كبير، بيتقدم خالد، بيسدد خالد، اوه صد ولا اجمل يا مغنيه، انجاز من حسن مغنيه، شوفوا الفرحه وكانه سجل هدف المغنيه، جميله جدا هالصده، خالد تكجي عم بيضيع فرصه هدف وحقق، شوف جمهور الانصار وكانه فاز بالمباراه. لا أكثر حسن مغنيه صراحه اكثر الفرحين اكيد حسن مغنيه، اكيد لانه هو ارتكب الخطا. يا سلام على الانجاز كان من حسن مغنيه على كرته لخالد التكجي، عم شوف بالاعاده، شوف حسن مغنيه توقع الجهه الصح وصد الكرة، صلحت خطأك على ضيع على خطورة الكرة صراحة. فعلا الكرة حاليا بمنتصف الملعب، كشك متحرك بهالمباراة، الأنصار خطير أيضا، النجم خطير، الفريقين عم بيكونوا خطيرين ببداية المباراة. شيبريكو من الناحية اليسرى، شيبريكو بيلتف، شيبريكو بمر، وين العرضية؟ ما زال شيبريكو داخل المنطقة، خطير الأنصار، باك باس الكرة جول، لا ما معقول، شو عم بيصير الفريق عم بتضيع، انجاز جول كشك، الانصار عم بيتقدم بهالمباراه، الانصار عم بيعمل الاعصار على مدرجات المدينه الرياضيه، جمهور الانصار بالالاف عم بيحتفلوا، عم بيعودوا للتقدم على النجمه بعد الانجاز من التكتوك، قال لهم محمود كشك على الكره رح تعاني اشتباك. حمزه عبود الكل بانتظار الكره العرضيه، بغير رايه، بعيد الكره الخلفيه، اغلب الكرات دائما بتمر عن محمد عطوي، بيخسر الكره محمد عطوي مش لوقت طويل، بتعود ايضا للعطوي، هذه تمريره اماميه، كريستريمي داخل منطقه الجزاء بيحاول المرور، شو عم بيقول حكم المباراه؟ هل عم بيقول ضربه جزاء للانصار، ضربه جزاء للانصار. اليوم كلمه السر بلقاء اليوم باختصار هي الوجه الاسمر، كان بالمره الاولى اتعرض للخطا نيكولاس كافي، سدد خالد التكجي على هالمرمى اضاع لمصلحه انصار، مين غيره؟ نجم الانصار ربيع عطايا، ربيع بيتقدم، ربيع خطوه اثنين ثلاثه بيسدد بضيع، ربيع عطايا بالمره الاولى، بالمره الثانيه الكره الى خارج الملعب، عم بضيع ربيع عطايا، شو عم بيصير بمباراه اليوم؟ كما اضاع المهاري خالد التكجي، المهاري الاخر ايضا عم بضيع مع رمي التماس نجمويه، ممكن تكون الفرصه الاخيره النجمويه ايضا مع حسن محمد، بيلعب كره ساقطه على حدود المنطقه ولا داخل منطقه الجزاء، الدفاع الانصاري، وهيدي تسديده على الطاير بالمره الاولى، بالمره الثانيه ممكن هدف التعادل، لكن المغربي جول، عقده الانصاريين عم تتابع، عقده الانصاريين والفرحه المجنونه عم تكون على مدرجات النجمه، ما تسالوا باي دقيقه، بكل بساطه بالدقيقه الخامسه من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، هيدي الفرحه النجماويه، هيدي الفرحه القاتله للنجمه، هيدا جمهور النجمه بكل بساطه عم يحتفل، ما معقول، ما لا مباراه، ما معقول، ما لا احداث لقاء عم تكون اليوم، شو اللي عم نشوفه عبر شاشه الجديد؟ بكل بساطة الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، الهداف القناص صاحب الرأس الذهبية إنما عم بسجل بقدمه اليوم، عم نشوف بالإعادة، شوفوا الارتباك داخل منطقة التسديدة، وصلت الكرة لعند مين؟ أكرم مغربي، جول للنجمة، النتيجة المرة على الأنصاريين بكل بساطة، وهيدي الدماء عم تكون موجودة على وجهه، عم تكون موجودة على وجهه لي محمد كرحاني، هيدا المشهد عم نشوفه للمرة الثانية على التوالي مع محمد كرحاني، من غير مكان، يمكن غير مكان، مش نفس الإصابة.